رسول الله الآن نطبق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أبا عميل تو وضو كسري غرني ونرى يو كيري بيهاري كروب لدهوني وشيخ لي تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، كذلك الصحابة كانوا يتوضأوا أمام الناس، ومنهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يو وضو النبي صلى الله عليه وسلم لي بانانو بايو را انبسي صحابة لي بانانو بايو وعيلي دخون جن شيخ لي دخون انسا يو حيث عثمان رضي الله تعالى باتا باني سابس. نعم، أول شيء لابد أن ينوي بقلبه، ينوي بقلبه سبحان الله فايلو كرا أني وارك كده هني أفنو هرتاي ما مانشيل نيت غروس وزوجو ثم يسمى يقول بسم الله كسبة بسم الله بروس ثم يستحب له أن يغسل الكفين كسبة أفنو عاد كلا دويتة دونا سنة استحبابا سنة بس مستحب لكن إذا استيقظ من نوم الليل يحرم عليه أن يدخل اليدين داخل الإناء قبل أن يغسل الكفين ثلاث مرات तर यदि कोही निद्रा बाटा बिउजिन छ त्यो माथि हराम छ कि उसले आफ्नो हात पानीमा हालोस् जबसम्म उसले नधोसकोस् يعني لا يمكن ان يدخل يديه في الاناء هنا اذا استيقظ من نوم الليل حتى يغسل الكفين ثلاث مرات يعني निद्रा बाटा बिउजेपछि तीन चोटी हात धुन जरुरी छ त्यो हात धुनु भन्दा पहिला पानीमा हात हाल्ने भने त्यो हराम हो فماذا يصنع ياخذ هكذا ويغسل كفين ثلاثه يسري نि हात धुयो قبل ان يدخلهما في الاناء هذا إذا استيقظ من نوم الليل. يراتي كون ندرا ولا جو بيوجين شو؟ بيلا آتي سرين الدنيا. هو جوانا بيلا آتي سرين الدنيا. نعم. إذا ينوي بقلبه. بيلا تدي نية غرني. يسمى يقول بسم الله. دوسرو نية غرني بسم الله غرني. يغسل الكفين استحبابا إلا في نوم الليل وجوبا ثلاث مرات. हात धुने हो या हात धुन सुन्नत छ तर जो निद्राबाट बिउजिन्छ रातिको निद्राबाट ऊ माथि वाजिब छ कि उसले हात धोस् आफ्नो सम्मा याखुद हफना मिन मा बियदिहि अल्युमना एक 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 चाक पानी दिनु पर्छ हातमा सम्मा युदखिल अल्मा फी फी त्यसपछि आफ्नो मुखमा पानी वयसहब अल्मा बिमिन खरय त्यसपछि आफ्नो मुखमा पानी हालेर आफ्नो नाकबाट पानी तान्ने हो एउटैमा युदिर अल्मा फी फी तमदमद र आफ्नो मुखमा हालेर कुल्ला गर्नु ويستنثر بأن يخرج شيء من الهواء مع استعمال اليد اليسرى. هناك برا يعني بيستاري هواني كاليرا هناك سفر غرنيو. حفنة من ماء. يكسر فاني سريع. يتمضمض. ويستعمل يده اليسرى في الاستنثار. يسري يعني يكسر فاني ليرا عتما بيلا مهمالنيو كل غرنيو تسفتي تي باني ناق ما تشراونيو. أني باي عتلي تو ناق سفر غرنيو. نعم. ثم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. فايلا إيش تجيبني كنا سوي سمان سلة؟ دو جدي بني را. سرم سلمة كيو تين جدي. ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الوجه مع ما استرسل من اللحية. سمان سلة أخنو نيدار كتبا دهي. ثولي سما بورا. راهنو يو كان كو سورو دهي يو الأرك كو كان كو لاش سما بورا مان سلة أخنو دنيو. نعم. يعني الآن يستطيع يدخل يده في الإناء يغسل الوجه نعم مع اللحية يعني أخنو داري جوسو داري سا داري سنجي پورا أنوار دنيو نعم ثم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات رأيو بني ايك چوتي غروس ودو چوتي غروس رأسارم سيما كيو تين چوتي غروس ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين كسبتي أخنو داي عاد دنيو را داي عاد يو أون لاغو سورو بدا كربتا كو لاشو سما غرنيو لا يغسل هنا العضد أخنو يباخورا دنيو هنا نعم يعني ياخذ هذه الحفنه من ماء يسريني وبهذا يغسل حتى المرفقين يعني نعم يقرب التسمى باني انا ضروري شو يقرب التسمى بورا اليد اليمنى ثم اليد اليسرى اليد اليمنى ثم اليد اليسرى نعم نعم كويني كويني سما دون ضروري لابد يستوعب المرفقين دون ان يشعر في العضد يو باكو رما تورون ضروري سينا اخو نو كوين سما غريوني كافي سين اليمنى ثم اليسرى بايلا دايما غرنيو تسبسي بايما غرنيو نعم مع المرفقين يو باي باي اپني يو كوين سما دونا ضروري سين ثم يمسح لا يغسل الراس مسح لا غسل يعني تفتي افنو تاوكو مسا غرنيو را مسا غري ماني كيو كي पानी लिएर छुने मात्र हो धुने होइन يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه आफ्नो सुरु टाउको सुरु देखि यो गुद्दीको लास्टसम्म गर्न हातले जाने हो ثم يعود مرة أخرى त्यसपछि फेरि त्यो आफ्नो हात टाउको सुरुमा ल्याउनु हो ويدخل السباحتين في صماخي أذني आफ्नो यो सुरुको यो सब्बाबा जसले भन्छ यो आफ्नो औँलामा हात हाल्ने हो ويمسح بالإبهام ظاهرهما र आफ्नो यो औँठाले यो कानको पछाडि भाग मसाज गर्ने हो لا ياخذ ماء جديد للأذنين لا र यो कानको मसाजको लागि नयाँ पानी लिन होइन बरु जुन पानीले टाउको मसाज गर्यो ती पानीले कान पनि मसाज गर्नु ولا يمسح الرقبة र आफ्नो गर्दनको मसाज गर्छन् हामीले त्यो गर्नु हुँदैन نعم الآن
يغسل الرجلين لكن إذا كان على الرجلين جوربين ولبسها لبسهما على وضوء كامل ثم لبس له أن يمسح 24 ساعة وهو مقيم 72 ساعة وهو مسافر 72 ساعة نعم ثلاثة أيام بلا يدي ترى يدي فصل يعني وضوءك حالة ما موزة لقاته منه جو يدي ياترما سينا وصلي يعني उसले 12 घण्टा मसा गर्न सक्छ तर यदि कोही वायद रातमा छ भने 72 घण्टा उसले मसा गर्न सक्छ नعم انا يمسح اما ان يمسح بهذه الطريقه هكذا يسري पनि गर्न سكتة هذا اذا لبس الجوربين على وضوء كامل غسل الرجلين بالماء यो कति बेला हो जब उसले मोजा पहिलो चोटी वजु पछि लाको والا يغسل यदि उसले वजुको बेला मोजा लासा वजुमा मोजा लासे नि भने उसले पूरा मोजा खोलेर खुट्टा धुने हो यक्सल रिजलाइन मा अल कअबैन उसले दुईटा हड्डी सम्म केरे आफ्नो खुट्टा धुने हो نعم واستحب له ان يخلل بين الاصابع بخنصري र आफ्नो यो के कुन हुन हुन्छ ले कान्छिया वालाले आफ्नो खुट्टाको औला बीच खलाल गर्न जरुरी छ نعم دون ان يغسل الساقين يا आफ्नो साक यानी यो आफ्नो यो केपाको के हुन्छ ले نعم بولي غاتن سما पानी पुराण जरुरी छैन دون ان يغسل الساقين نعم يمنى ثم اليسرى پہلا دائیں گنے تسی بایاں کرنے يقتصد في استعمال الماء پانی کم سے کم استعمال کرنا لان بعض الناس يعني شوف ما استغرقنا شيء قليل من الماء هذا السنه لا نسرف في استعمال الماء کم سے کم پانی پریوگ کرنا یہ سنت ہے اور پانی دھیرے یوز کرنا اتھوا پانی دھیرے پریوگ کرنا یہ جائز نہیں بعض الناس ياتي يتوضا يفتح كذا ويبدا يتكلم يغسل قليل ويترك كذا لا هذا حرام هذا اسراف کوئی بھی مانچھا دھارا کھولے رہا اتھوا کرا گچھن بستار بستار یوز گچھن یہ حرام ہے تخفض الماء هكذا قليلا وتبدا تتوضا قليل هكذا يكفيك للوضوء دھارا الکتی کھولے رہا تسما وضو کرنا شروع کرنے نعم بعد ان ينتهي من الوضوء ياتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوء سكايبتي جون دعاء ثابت وضوء بسي تو पढ्ने نعم الان انا توضات وضوء كامل اذا لبست الان الجوربين لي ان امسح عليهما مده يوم كامل يوم وليله 24 ساعه يعني من الان لبست بعد المغرب مثلا توضات ومسحت عليهما لي ان امسح الى مغرب يوم الاثنين اليوم الاحد هذا للمسافر مقيم اي مقيم انت طيب نعم الشيخ اللي جستو كيلي پورا وضو गर्नु भयो त्यसपछि अहिले मोजा लाउनु भयो भने शेखले भोलिको मगरिब बेला सम्म मसा गर्न सक्नु हुनेछ اما المسافر له ان يمسح ثلاثه ايام بالليل يعني 72 ساعه يو यदि कुनै यात्रामा छ भने कुनै मान्छे त्यसले 72 घण्टा मसा गर्न सक्छ يعني الى يوم الاربعاء له ان يمسح يعني अहिले देखि उले बुधको दिन सम्म मसा गर्न सक्छ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الله سرقون صلى الله على نبينا محمد